هنا لم تمطر السماء منذ مليوني عام. هنا وما كل هذه الثلوج إذن؟ يعجبني منطقك. شكرا، دعني أحدثك عن المنطق قليلا. ارحمني أرجوك. ما رأيتموه هو صورة للمنطقة الأكثر جفافا على وجه الأرض، تقبع في القطب الجنوبي وتدعى الوديان الجافة. درجات الحرارة فيها تصل إلى 30 درجة تحت الصفر، وكلما تساقطت الثلوج يتحرك الغطاء الثلجي نحو المحيط مباشرة بسبب شكل الجبال حولها. جفافها منطقي. السؤال الأهم، لماذا لا تمطر هناك؟ سؤال منطقي. لتتشكل الأمطار تحتاج إلى مزيج بين شيئين، الرطوبة في الهواء أو الغيوم وتيارات هوائية تتحرك باتجاه الأعلى. كلما ارتفع الهواء الرطب يبرد ويتحول الماء فيه إلى مطر. منطقي منطقي. وفي منطقة الوديان الجافة تنحدر الرياح نحو الأسفل بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ما يقضي على أي فرصة لتطور الرطوبة في الهواء وتشكل الأمطار. كلامك منطقي يا أخي، عرف لي ما هو المنطق. لم أسمع. كنت معكم بدقيقة، أنا رافي جروج وهذه منصة محتوى.